بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات، اهلا بكم في يوم جديد ومراجعه جديده من مراجعات ماده الرياضيات. حبايبي طلاب الصف الثاني الاعدادي، موعدنا النهارده مع مراجعه شامله على الهندسه. اخر مره انا كنت قلت فيه سؤال للطلبه حبايبي ان هم يحلوه في البيت، وما شاء الله يعني لقيت حلول كتير جدا جايه. طلبه كلها يعني مستمتعه بتحل، بعتلي على الخاص واللي باعت على موقع القناة، مستر انا حليت اهو الحل بتاعي، في اللي كان عنده اخطاء قلت له ارجع تاني زبط. فكده يعني ما شاء الله الطلبة كلها متفاعلة، ودي حاجة كويسة جدا، وانا وعدتهم ان انا هقول اسمهم، بس يعني اللي انا هقدر اقول اسمه هقول، اللي مش هقدر يبقى المرة الجاية ان شاء الله مع بعض. طلاب الصف الثاني اللي هم حلوا السؤال، كان في عندنا الطالب احمد جمال من المنيا، محمود سيد محمد من قنا، عبد الخالق محمود من الدقهليه، اسراء مصطفى محمد من المنوفيه، جمانه اندرو من القاهره، احمد سلمان من اسيوط، سامي فوزي ابراهيم من اسكندريه، منار احمد حسن من سوهاج، احمد ياسر عيسى من قنا، روان احمد ابو العز من الدقهليه، آية رضا محمود من مش متكتبها منين، في شذا محمود عبد الحميد من أسيوط، في ياسمين جمال من سوهاج، في فاطمة عيسى من الفيوم، في إيريني رأفت من إسماعيلية، في أندرو رأفت من إسماعيلية توأم تقريبا، في ندى السيد صالح من الجيزة، في محمد أحمد سعد، في نانسي هواري من أسيوط، رحمة مؤمن من سوهاج، في ملك سلامة مصطفى، في شذا حسين من قنا، في محمد محمود دغيدي من البحيرة، أحمد يسري سيد سعودي من أسيوط، وفي دينا إبراهيم عوض من سوهاج، وفي أخيرا الطالبة جهاد سلامة عبد الحميد من القاهرة. ما شاء الله طلبة كتير، أنا بس قلت هقول دولت، وإن شاء الله كل مرة نقول بعض الأسماء. أنا طبعا بحييهم وبقول لهم ما شاء الله، دايما خلي مستواك كده، تابعونا باستمرار وهكذا. كان السؤال بيقول إيه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض حل السؤال. السؤال اللي كان آخر مرة موجود كان بيقول ألف ب ج مثلث، ألف ب ج مثلث فيه ألف ب يساوي ألف ج، ألف ب بيساوي ألف ج، تمام. دال تنتمي للقطعة المستقيمة به جيم، يعني دال جوه هنا، خلي بالك فرق بين قطعة وشعاع. ممكن يقول لك دال تنتمي للشعاع به جيم ولا تنتمي للقطعة، معناها ان دال تبقى بره من ناحية جيم، لكن هنا قال لي دال تنتمي للقطعة، هنا في علامة القطعة، القطعة المستقيمة به جيم، يعني كده ان الدال موجودة بين البه والجيمين. اثبت ان ألف جيم هيكون اكبر من ألف دال، هقول له الحل. ادي يا سيدي اهو، ادي المثلث بتاعي ألف ب ج مثلث. انت بتقول لي في ألف ب بيساوي ألف ج، تمام. احنا خدنا قبل كده ضلع بيساوي ضلع، هقول يبقى زاوية بتساوي زاوية، يبقى قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. طيب انت هنا بتقول لي دال تنتمي ل ب ج، يعني دال موجودة هنا، خلاص نوصل ألف بدال، اهو يا سيدي ألف دال. انت عايز تثبت ان ألف ج اكبر من ألف دال، احنا قلنا قبل كده هو امتى ضلع يكون اكبر من ضلع؟ قال لي لو زاويه اكبر من زاويه. لو ثبت ان زاويه ا د ج اللي هي دي اكبر من زاويه ج، هيبقى ا ج اكبر من ا د. ازاي اثبت ان زاويه د دي اكبر من ج؟ قال لي مش معايا، قال لي بس استنى، مش احنا خدنا قبل كده ان دي زاويه خارجه عن المثلث ده، وقلنا ان الزاويه الخارجه عن المثلث بتساوي ايه؟ مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها، يعني زاوية دال المفروض بتكون اكبر من الزاوية الداخلة ما عدا المجاورة لها، يبقى دال اكبر من ب ودال اكبر من ب ألف دال، يبقى هنا زاوية ألف دال جيم اللي هي دي الخارجة اكبر من زاوية ب، خلاص هشتغل في دي، يبقى انا هقول في المثلث ألف دال ب. بما ان زاوية ألف دال جيم خارجة عن المثلث ألف ب دال، إذا قياس زاوية أ د ج أكبر من قياس زاوية ب. طب ما أنا عندي قلنا في الأول إن قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج، ما أنا قلتها في الأول. خلاص يبقى برضه د أكبر من ج، ما أنت قلت لي د أكبر من ب، يبقى د أكبر من اللي بيساوي ب، يعني أكبر من ج،
يبقى ثبتت ان زاويه الف د ج اهو في المثلث ده اكبر من قياس زاويه ج. يبقى في المثلث الف د ج قال لي زاويه اكبر من زاويه، يبقى ضلع اكبر من ضلع. احنا قلنا خلاص الزاويه الخارجه اكبر من ب، طب ما ب بتساوي ج، يبقى الزاويه الخارجه اكبر من الج، يبقى د اكبر من ج، يبقى الضلع المقابل للزاويه الكبيره اللي هو الف ج اكبر من الضلع المقابل للزاويه الصغيره اللي هو الف د. هقول له كده قياس زاويه الف د ج اكبر من قياس ج، يبقى الف ج اكبر من الف د. ده كان حل السؤال، واللي حبايبي من جميع المحافظات حلوا السؤال. تعالوا كده ننتقل الى سؤال تاني ونكمل مع بعض باقي المراجعه بتاعتنا. السؤال التاني بيقول في الشكل المقابل الف ب ج مثلث، ركزوا معايا بقى، الف ب ج مثلث قائم في مين؟ قال لي قائم في ب، ماشي. ألف ب بيساوي 6 سنتي، ألف ب بيساوي 6 سنتي، وقياس زاوية ألف ب60 درجة، قياس ألف ب60 درجة، وب د متوسط في المثلث، يعني نازل من الرأس إلى منتصف القاعدة، وميم نقطة تلاقي متوسطاته، ميم نقطة تلاقي المتوسطات. المطلوب بيقول لي اوجد طول القطعة المستقيمة ب ج، عايزين طول ب م. هقول له حاضر. أول خطوة أنا هنا هقول له إيه؟ أنا شايف زاوية 60. هو في حاجة بتقول زاوية 60؟ قال لي لأ، بس في حاجة عندي خدتها بتقول الزاوية 30. إيه ده يا مستر؟ ده مثلث قائم الزاوية وفي زاوية ب 60، يبقى الزاوية اللي ناقصة دي هتكون ب 30، يعني المثلث ده هيكون 30 إيه؟ 60. يبقى أول حاجة أقول له هنجيب زاوية ج، مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة بتساوي 180. إذا قياس زاوية ج بتساوي 180 ناقص نفتح قوس هنجمع 90 زائد 60 هيساوي 30 درجة. أحط هنا 30 درجة، لازم أحطها في الرسم كده. أصبح المثلث 30 60. أبدأ بالزاوية 30 لأن الضلع بتاعها موجود. كنا خدنا النتيجة بتقول إن الضلع المقابل للزاوية 30 طوله بيساوي نص طول الوتر. يبقى أنا أقول له بما أن قياس زاوية ج بتساوي 30، إذا يبقى أ ب نص أ ج، يعني أ ج قده كم مرة؟ مرتين، يعني ضعفه، يبقى أ ج يساوي 2 في 6 بيساوي 12. أهو يا سيدي هقول له كده في المثلث أ ب ج القائم في ب، بما أن زاوية ب ب 90 وج ب 30، إذا يبقى أ ج هيساوي 2 من أ ب، يبقى 2 في 6 هيساوي 12. اللي أجيبه أحطه على الرسمة، أحط هنا 12، جبنا 12 خلاص. طب بعد كده أبدأ أجيب المتوسط. ما إحنا خدنا أول السنة نظرية بتقول أن المتوسط الخارج من رأس الزاوية القايمة طوله بيساوي نص طول الوتر. يبقى أنا هقول له بما أن ب د متوسط خارج من رأس الزاوية القايمة، إذا ب د بيساوي نص أ ج، يبقى هيساوي نص ال 12 هيساوي 6 سنتي. كده جبنا مين؟ قال لي جبنا ب د، خلاص ب د نص ال أ ج نص ال 12 هيساوي 6 سنتي. طب بعد كده أشتغل بقى على نقطة ميم، هقول له بما أن ميم نقطة تقاطع المتوسطات تقسم كل متوسط بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة، أو 2 إلى 1 من جهة الرأس. أكتب الكلام ده كده، هقول له بما أن ميم نقطة تلاقي متوسطات المثلث أ ب ج، إذا ميم تقسم كل متوسط بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة. أنا عايز ب ميم، هقول له يبقى ب ميم بالنسبة للموجود ب د، أنا عندي ب د جبته أهو، ب د جبناه ب 6، يبقى هنجيب ب ميم بالنسبة لب د. قال لي ب م ياخد 2 اهو نسبته 2، وب د كله نسبته قال لي 3، يبقى ب م هيساوي 2 على 3 في ب د، يعني 2 على 3 في 6 هيساوي 4 سنتي. يبقى اقول له اذا ب م هيساوي 4 سنتي. يا رب يكون كل حبايبي فهموا التمرين. تعالوا كده ننتقل الى فكره تانية وتمرين اخر، وعايز كل حبايبي بعد الحلقه طلع انت بقى ورقه وقلم كده واشتغل التمرين لوحدك، حاول تحل لوحدك تاني بنفس الخطوات عشان تتمرن عليه كتير. يلا مع بعض كده ننتقل الى تمرين تاني. بيقول لي في الشكل المقابل، يا مستر الشكل ده، لا مش ده الشكل يا جماعه، ده مش الشكل بتاعي، الشكل اهو
في الشكل المقابل جايب لي هنا مثلث ألف ب ج مثلث. ألف ب ج مثلث فيه ألف ب بيساوي 2 س ناقص 1، ألف ج بيساوي س زائد 3 سنتي، ب ج بتساوي 9 ناقص س سنتي. دي أطوال أضلاع ماشي. وبيقول لي كمان إن قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج، قياس ب بتساوي قياس ج. تمام، ايه العينين دول؟ تعالى معايا كده نشوف. اوجد رقم واحد عايز قيمة س، رقم اتنين عايز محيط المثلث ألف ب ج. الأول بقى نجيب قيمة س. نجيب قيمة س ازاي؟ ايه يا مستر ده أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده. لا ما تقلقش، هو منهجك اللي أنت خدته، بس واحدة واحدة معايا. إحنا اتفقنا مع بعض وخدنا أول السنة خدنا المثلث المتساوي الساقين. أوعى تنسى، ضلع يساوي ضلع يبقى زاوية تساوي زاوية، في ضلعين بيساوي بعض يبقى زاوية القاعدة متطابقتان أو متساويتان في القياس. يبقى أنا هنا هبدأ بالحتة دي، هقول بما أن أنت قايل لي عكس النظرية بيقول إن لو في زاوية قياس زاوية بيساوي قياس زاوية يبقى الضلعين بيساوي بعض. أهي يا سيدي، بما أن أول خطوة بما أن قياس زاوية ب يساوي قياس زاوية ج، يا ريت نحط على الرسمة هنا علامة وعلامة، اكس واكس، نجمة ونجمة. اهي يا سيدي، بما ان قياس ب بيساوي قياس ج، اذا يبقى الف ب يساوي الف ج. ادي الخطوة الاولى علمت لك عليها اهي، الف ب يساوي الف ج. ده انا هبدأ من هنا المعادلة. هو الف ب بيساوي ايه؟ قال لي 2 س ناقص 1. طب والف ج بيساوي ايه؟ س زائد 3. دي معادلة يا مستر. يبقى 2 س ناقص 1 هتساوي س زائد 3. هعوض، هشيل ا ب واكتب 2 س ناقص 1، هشيل ا ج واكتب س زائد 3. يبقى اصبح 2 س ناقص 1 بتساوي س زائد 3. معادله، يا ترى نحل المعادله ازاي؟ قال لي علشان نحل المعادله لازم نخلي الس في طرف والاعداد في طرف. يبقى انا هجيب الس دي مع الس دي بمعكوسها الجمعي. يعني ايه معكوسها الجمعي؟ يعني نغير اشارتها، لو هي موجب تروح بالسالب. يبقى اصبح 2 س ناقص س هيساوي 3 زائد 1. طب ما هو 2 س ناقص س يعني س، يبقى س الواحده هتساوي 4. كده انا جبت الس بكام دلوقتي؟ ب 4. ادي المطلوب الاول، اكتب كده المطلوب اولا. خلاص، اول مطلوب قيمه س ب 4. طب تاني مطلوب بيقول لي عايز محيط المثلث ا ب ج. هو يعني ايه محيط مثلث؟ قال لي احنا خدناها كتير يا مستر. محيط المثلث بيساوي ايه؟ مجموع اطوال اضلاعه. يبقى هنجمع اضلاعه الثلاثة. هما فين دول يا مستر؟ قال لي ما انت جبت السين، ما تعوض. ماشي، شيل السين وحط 4. تمام، هقول يبقى 2 في 4 ب 8 ناقص 1، يبقى اذا ده ب 7. يبقى نحط على ا ب كام؟ 7. ادي اول ضلع اهو يا سيدي، يبقى خلاص عوضنا عنه بسبعة. طب وهنا 4 زائد 3 هشيل السين واكتب 4. 4 زائد 3 قال لي برضو يدينا 7. خلاص احذف دي واكتب مكانها 7. ادي الضلع التاني. طب الضلع التالت اللي هو مين؟ قال لي ب ج بقى اللي فاضي اهو علم لك عليه. عبارة عن ايه؟ قال لي 9 ناقص، شيل السين وحط مكانها 4. قال لي 9 ناقص 4 يدينا 5. قال لي احذف دي واكتب 5. خلاص كده مسألتي خلصت. هقول له اذا محيط المثلث ألف ب ج بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، يبقى 7 زائد 7 زائد 5. 7 و7 14 و5 يطلع 19. اذا محيط المثلث ألف ب ج هيساوي 19 سم. من المسائل المهمة في الامتحانات، يا ريت تركزوا عليها قوي وحبايبي يحلوها تاني بعد الحلقة. تمام، تعالوا كده ننتقل إلى فكرة تانية وتمرين تاني، يلا بينا مع بعض. يلا بينا، ده المطلوب ثانيا. التمرين اللي بعده بيقول لي هنا في الشكل المقابل، جايب لي مثلث بيقول لي س ص ع مثلث فيه ميم لام يوازي صاد عين. تمام، وصاد لام ينصف زاوية سين صاد عين. تمام، يبقى مديني موازي ومديني منصف، ادي المعطى اللي عندي. طب ايه المطلوب؟ قال لي هنا المطلوب
انك تثبت ان المثلث لام ميم صاد متساوي الساقين. اثبت المثلث ده متساوي الساقين لام ميم صاد. اثبتها ازاي؟ تعالوا كده مع بعض قبل ما نقول الحل نمشي سنه سنه مع بعض. انا سامع كل حبايبي مستر انت قلت لنا قبل كده كتير، اول ما اسمع ان في توازي يبقى في تبادل، في تناظر، في تداخل. حرف زد يبقى تبادل، حرف اف تناظر، حرف يو تداخل. قال لي هنا في حرف زد، الزاويه لام والزاويه صاد متبادلين. يبقى انا اول خطوه في الحل هقول بما ان ميم لام يوازي صاد عين، اذا قياس زاويه ميم لام صاد هيساوي قياس زاويه لام صاد عين بالتبادل. احط هنا نجمه زيهم. طب ما خلاص لام هنا قد صاد، طب ما صاد دي بتساوي صاد دي عشان ده منصف، يبقى اصبحت صاد ولام قد بعض. زاويتين في المثلث قد بعض، يبقى المثلث متساوي الايه؟ الساقين. هو ده الحل بتاعنا. تعالوا كده نشوف خطوات الحل خطوه بخطوه، يلا مع بعض. قال لي الحل اول خطوه هبدا بالموازي، بما ان لام ميم يوازي صاد عين. انا عايزك تتعلم تكتب البرهان والخطوات صح واحده واحده معايا. اول حاجه اقول بما ان ميم لام يوازي صاد عين ولام صاد قاطع لهما يعني في حرف زد، اذا قياس زاويه ميم لام صاد هيساوي قياس زاويه لام صاد عين بايه؟ بالتبادل. ادي الخطوه الاولى. طب بما ان صاد لام منصف اهو، بما ان طبعا صاد لام منصف يبقى قياس زاويه لام صاد عين، لام صاد عين اهي تساوي قياس زاويه ميم صاد لام، دول بيساوي بعض. يبقى استنتج ان قياس زاويه ميم لام صاد هتساوي قياس زاويه ميم صاد لام. زاويتين في المثلث بيساوي بعض، اذا المثلث متساوي الساقين يعني ميم صاد هيساوي ميم لام. اوعى تنسى دول زاويتين بيساوي بعض، اذا دي القاعده. يبقى دي الراس، اقف عند الراس اقول له يبقى ميم لام يساوي ميم صاد، يبقى المثلث متساوي الساقين. ادي تمرين تاني انا براجع معاك افكار اللي انت خدته طول السنه. احنا خدنا مع بعض المتوسطات، خدنا المثلث المتساوي الساقين، خدنا التباين، كل حاجه من دي لازم عليها مساله في الامتحان. يلا كده مع بعض نشوف تمرين تاني. تمرين تاني على التباين تاني اهو، بيقول لي في الشكل المقابل مديني ايه؟ مديني الف دال يوازي به جيم في توازي تاني، مديني قياس زاوية دال الف به بخمسين درجة، وقياس زاوية به الف جيم بسبعين درجة. ماشي، ايه المطلوب؟ اثبت ان الف به اكبر من الف جيم. اثبت ان الف به اكبر من الف جيم. هقول له حاضر. واحدة واحدة كده عليا، لازم الاول اعرف الهدف بتاعي ايه. هو امتى ضلع يكون اكبر من ضلع؟ قال لي لو زاوية اكبر من زاوية، اذا لازم نجيب زاوية جيم ونجيب زاوية ب. انا محتاج جيم ومحتاج ب، لان لو زاوية جيم اكبر من ب هيبقى الضلع المقابل لجيم اللي هو ا ب اكبر من الضلع المقابل لب اللي هو ا ج. خلاص يبقى دلوقتي كل هدفي ان اجيب جيم واجيب ب. وانا سامع كل حبايبي ما شاء الله عليكم مستر خلاص بقى اتحلت، ده في تبادل، في تداخل، ممكن نحلها بحرف الزد، ممكن نحلها بحرف اليو. صح كلامك مظبوط انا سامعك. يبقى انا اول حاجه هقول له ايه؟ بما ان ا د يوازي ب ج، والقاطع مين بقى؟ لو خدت القاطع ا ب يبقى كده حرف زد، لو خدت القاطع ا ج يبقى كده حرف ايه؟ يو. نحلها الاول بحرف الزد. هقول له حاضر، و ا ب قاطع له، اذا قياس زاويه د ا ب اللي هي ا يعني تساوي قياس زاويه ب بالتبادل تساوي كام؟ قال لي تساوي 50. احط هنا 50. طب هنا بقى مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة، قال لي 180، هنا 70 وهنا 50، 120 يبقى الباقي 60. جبنا ج ب 60. ايه ده يا مستر؟ ده ج ب 60 وب ب 50، زاوية أكبر من زاوية يبقى ضلع أكبر من ضلع. طب ممكن نجيب ج بطريق تاني؟ قال لي عن طريق هنا حرف اليو تداخل. هقول بما أن أ ب أ د بيوازي ب ج وأ ج قاطع لهما، يبقى اذا قياس زاويه ج عباره عن 180 ناقص 70 زائد 50 هتساوي 60 درجه بالتداخل.
ما هو ده كده حرف يو، لان الف كلها وجيم مجموعهم 180 درجه. تمام، نكتب الكلام ده مع بعض، نكتب الكلام ده خطوه بخطوه. ادي الحل، هقول بما ان الف د يوازي ب ج. تمام، اذا قياس زاويه د الف ب، د الف ب تساوي قياس زاويه ب، هتساوي 50 درجه بالتبادل. احط هنا 50 على الرسمه، دايما اللي تجيبه حطه على الرسمه، اهو حطينا 50. بعد كده هجيب زاويه ج، يا يعني اما عن طريق المثلث او عن طريق حرف اليو. هقول عن طريق المثلث، قياس زاويه ج بتساوي 180 ناقص، نفتح قوس، 50 زائد 70 هيساوي 60 درجه. يبقى هكتب هنا 60، واقول بما ان قياس زاويه ج اكبر من قياس زاويه ب، طبعا ال 60 اكبر من 50، بما ان قياس زاويه ج اكبر من قياس زاويه ب، اذا الف ب اكبر من الف ج، وهو المطلوب اثباته. ثبتنا ان ا ب اكبر من ا ج. يا رب كل حبايبي يكونوا فهموا التمرين معايا. تعالوا كده ننتقل الى تمرين تاني وفكره تانيه مع بعض. انا بجيب لك الافكار كلها، انا عايز كل حبايبي احنا قاعدين في البيت بنراجع بس مراجعه. انا عارف ان كل حبايبي شطار، عارف ان هم فاهمين الكلام ده كويس، بس احنا بنراجع مع بعض. كل اللي عايزه منك انك حل. الرياضة عايزة حل كتير مش أكتر من كده. تعالوا كده نشوف مع بعض فكرة تانية وتمرين تاني، يلا مع بعض. بيقول لي هنا إيه؟ في الشكل المقابل أ ب ج مثلث، مديني أ ب ج مثلث، تمام؟ وإيه كمان؟ قال لي هنا خلي بالك د منتصف ب ج، وأ د بيساوي د ب، ماشي؟ وبيساوي د ج، مظبوط؟ المطلوب بيقول لي اثبت ان قياس زاويه ب ا ج دي كلها بتساوي 90 درجه. ده المطلوب مني. يبقى هنا مديني ا د يساوي ب د يساوي ج د، اوجد بالبرهان قياس زاويه ب ا ج. يا اما يقول لي اوجد بالبرهان، او يقول لي اثبت ان قياس زاويه ب ا ج ب 90 كده او كده. تمام، طيب انا اعمل هنا ايه؟ قال لي واحده واحده، احنا خدنا عكس النظريه. كان بيقول ايه النظريه؟ كانت بتقول المتوسط الخارج من راس الزاويه القايمه كان بيساوي نص الوتر. العكس بيقول لو كان في متوسط بيساوي نص الضلع المقابل للراس اللي نزل منها، يبقى كانت هذه الراس قائمه. لو كان المتوسط ده اللي هو ا د لو بيساوي نص ب ج، يبقى زاويه ا هتكون 90. هو ده العكس. طب ما خلاص ما دي جاهزه. يبقى انا الحل هنا سهل وبسيط وصغير. هقول له ايه؟ بما ان ا د متوسط، ده اول خطوه لازم اقول له كده، بما ان ا د ده ايه؟ متوسط، ماشي؟ بما ان ا د متوسط خارج من راس الزاويه اللي هي ا اللي هي ب ا ج، طيب والمتوسط ده طوله بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي نص ال ب ج. ما احنا قلنا ا د قد ب د قد د ج، يبقى معنى كده ان ا د عباره عن نص ب ج كله. وبما ان ا د بيساوي نص ب ج، إذا قياس زاوية ب ا ج هتساوي 90 درجة. مثال صغير كده وسهل وبسيط، يعتبر على عكس النظرية على طول. أنا براجع معاك كل حاجة، النظرية وعكسها وهكذا. ماشي، ننتقل مع بعض كده إلى آخر فكرة في مراجعتنا النهاردة كده بالراحة واحدة واحدة. بيقول لي هنا إيه؟ في الشكل المقابل، تعالوا كده نشوف مع بعض التمرين اللي جاي ده، تمرين جميل أوي. هنا بقى مثلث متساوي الساقين مع عكس النظريه، اثبت ده مثلث متساوي الاضلاع الساقين، ده مثلث متساوي الاضلاع، واثبت ان المثلث متساوي الساقين، يعني نظريه وعكسها وهكذا. يبقى هنا بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج مثلث فيه ا ب يساوي ب ج يساوي ج ا، وقياس زاويه ه بتساوي 30 درجه. اثبت ان المثلث ج د ه متساوي الساقين. ج د ه، اثبت المثلث ده انه متساوي الساقين. هقول له تاني، هو امتى المثلث يكون متساوي الساقين؟ قال لي لو في زاويتين بيساووا بعض، او لو في ضلعين بيساووا بعض. خلاص، يبقى انا لازم هنا اثبت ان في زاويتين قد بعض. طب اثبتها ازاي او اجيبها ازاي؟ تعالوا كده نشوف انت مديني ايه واشتغل عليه. اول حاجه انت مديني مثلث متساوي الاضلاع. الحمد لله انا خدت نتيجه على الحته دي وعارفها كويس. بما ان المثلث ا ب ج متساوي الاضلاع، اذا
قياس كل زاوية من زواياه 60 درجة، يبقى أ ب 60 وهنا أ ب ج دي ب 60 وأ ج ب برضه ب 60، أحط هنا 60 60 60. طيب أنا عندي لما تكون دي ب 60، طب ما هو ده كده خط مستقيم عدل أهو، خط مستقيم يبقى الزاوية دي كلها ب 180، خدنا منها 60 يبقى الباقي 120، أجيب الزاوية دي ب 120. جبنا الزاوية دي ب 120 وعندي 30، يبقى مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة 180 يبقى الباقي 30. زاويتين طلعوا زي بعض يبقى المثلث متساوي لإيه؟ قال لي متساوي الساقين. ممكن يا مستر نجيبها عن طريق إن دي زاوية خارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. لما تكون دي 60 يبقى الاتنين دول مجموعهم 60، موجود 30 يبقى الباقي برضه 30، يبقى المثلث متساوي الساقين. أكتب الكلام ده، أول حاجة هقوله بما أن أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، إذا قياس زاوية أ ج ب ب 60 درجة. زاوية ب ج أ ب 60 تمام. طب ما الزاوية دي خارجة عن المثلث، هقول بما أن زاوية أ ج ب خارجة عن المثلث اللي هو د ج، هي خارجة عنه، دي خارجة عن المثلث، يبقى تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة له. إذا يبقى 60 دي عبارة عن مجموع ب، مجموع د ومين؟ د وه. طب ما هي ب 30، يبقى اذا د بكام؟ ب 30. هقول له اذا قياس زاويه د بتساوي 60 ناقص 30 هيساوي 30 درجه. زاويه بتساوي زاويه يبقى ضلع بيساوي ضلع، اذا يبقى ج د هيساوي ج ه. خلي بالك دول زاويتين القاعده، يبقى الراس ج، اقف عند ج واقول الضلعين، يبقى ج د يساوي ج ه، اذا المثلث متساوي الساقين. ثبتنا المثلث متساوي الايه؟ الساقين. حبايبي طبعا في انتظار التمرين، تمرين الاسبوع اللي هم بيحلوه دايما عشان نقول اسمهم طبعا يفرحوا بالحل بتاعهم. يلا كده معايا نشوف التمرين بتاع الطلبه في البيت ونقفل بيه الحلقه ان شاء الله. تمرين للطلبه الواجب البيت يعني المنزلي، بيقول لي هنا في الشكل المقابل مديني أ ب ج مثلث فيه أ ب يساوي أ ج، الضلعين دول بيساووا بعض والزاوية دي ب 110، وبه ألف ينصف زاوية دال به جيم، بس ده المعطى اللي عندي. المطلوب اثبت أن ألف جيم أكبر من به دال، اثبت أن ألف جيم أهو ألف جيم أكبر من به دال، بس ده المطلوب، هو ده الواجب المنزلي لكل حبايب الطلبة. يا رب يكون كل حبايبي طلاب الصف الثاني الاعدادي النهارده استفادوا من المراجعه، اتمنى لهم النجاح والتوفيق، واقول لحبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي